والله هذا القمر اديني مقفل الانوار خلونا على القمره دي. وين لا تقول لي انت في الليله سرت ليل الهوى لين انبلج نوره ليل انبلج نور امشي على الجادية وتسامرني القمرة سلام سرت ليل الهوى لين انبلج نوره امشي على الجادية وتسامرني القمرة قمرة طعسو غدير وقمر ونجوم منثورة وانفاسنا اجد بها جرح الدهر يبرى يا ولد انت تسمع صوت مودي الشباب ارقوا اذكرهم لا عند الدرك والله وين لا لا سده اللي بسده اللي زهقان شريت لا وش يقول شريت بدجال الهوى سارت بدجال خير مسراج الخايع الممطور خايع الممطور ولا حولها الا مرقد الذيب والحياه يعطي الحيوه اللي يقول كم ساعه نبي يلا قول انت تعرفون الدب صح؟ إذا ذبحتهم ما رجعت بعينه يلحقك يطرد وين ما كنت جايب الكيس قط الدب او اي دب ادي شدقه كيف؟ شدقه كيف شدقه؟ شدقه نفس فيها بلنتات فيها اسلم حق راس وجاي دب وهو بيدكه واخوياه برا قاموا بيقام يبغى يذبح حق راس شاف تعال اذبح ويدبل منها ويصرف منها. يجي عقب فترة عقب اسبوع او اسبوعين. ياتي طول العمر في العزلة. ياتي تركز عند الدب. الدب واحد ثاني. ايه. يدور لي. ايش بيذبح؟ وما يدري وين محله تجي الثالث ويذبحها. ويحرس. الاري. لا ليش كل شيء شغال وش تبغى؟ شل الكاميرا معي. عند رديت الري جديد. سعد. ليه؟ نصف يطلب. حاجتك فيسات. ريت كذا. حاجتك فيسات. شوف انا الحين اتكلم هذا واضح كم قلت لكم انا واضح انقز روح شوف ربي يو دم الصبح يطم درون تقول لكم حدك تروح زارة وشلت المجروح من يداوي واحد اثنين ثلاثة يا رجالي منتي يا ود الحين بيجي استبعاد رشيد يعني بيجي احد محله لا من اللي بيعه قلنا هيك لو اطلبوا من اللي بيعه قلنا هيك صح في حد بيجي 10 ايام بس لا خلاص ما بقى شيء والله في ناس يتمنوا اللي يسمع هنا اسبوع بس والله هو نتمنى ما يجي 10 ايام كنترول افتح العالي الله تغفر لي ولا تبلاني متى رقدت انت هذي؟ رقدت متى؟ على طول يوم جينا من عند زوم بس انا عارفين البرد هنا شو البرد هنا احس داخل العظام رقدت داخل ود الذبان قومي عارفين البرد هنا انا بغيت ارقد داخل والله يبغيني بروح برقد داخل برقد فراش برقد نومتني الى بكره عندي غدا تورقد لينا فقره المنى بلاك لين ما قمت غدا
ثنتين يا هاي. تروح هنا قل الديك. هو ليش ظهر من هنا ضرب بيننا؟ إلا مر منه. أبو سلطان أبو سلطان. أبو سلطان. يلا أبو سلطان خصم 4000 حلمان. أنا 4000. قول قول أبو سعد وأبو سلطان. ما أنا شيء مصوت. كان أنا 4000 هو ما يدري هو أنا ولا لا يا علي جلطة. خصومات يا أبو خصومات 4000 7000. 2000 ألف أكثر واحد خصم عشان البرنامج أنا. أنا 4000 ومن حصانة ليه خير إن شاء الله وإنا فيه. أنا أشوف إنها في عدم إنصاف خصم معنا. عدم إنصاف معنا. صح؟ أنا نفسك 4000. إيه بالله عدم إنصاف معنا وافق. 4000 من حصانة. عدم إنصاف من عندنا وافق. يقول هو تركها عليك. وراحت هذه السوسة. والله هو قال صوتك مو مشهور. قلت الله يرزقه بالجنة. ذا ريال ذا العادين عوج. والله انه نعوجي اول الوقت. اول الوقت ما تحدث وساعات خذ راحتك. اليوم علي حظه طيب. ها؟ والله انت ربيت والله انت ربيت والله انت ربيت. بعد ايش؟ بعد ما بيت ابو الله يهديك ايش حدك على حال الله. ترى علي علي ما ثبت عليه شيء. انت؟ انا؟ ان شاء الله ما ثبت عليه شيء. اي والله ايش قال لك؟ انا؟ يا رجال كان بحسم علي بس اني عصبت وقتها قال. والله العظيم اني ضربت منه. بلتي يعني ايه هو بقوه. بس انه ما قصدت شيء ثاني. لا ما تفسر كوشي على كيفك. اسمع يا لو سمحت معنا عزوز. قال لي ما ثبت عليك شيء؟ لا لا مو الطفايه. لا ما في. شو انت برا. مقطع رجعت تش 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 صدق. برتست تنكب جيه فاضي. أقول فك الكلام نفسي بعد. يلا في. تخبر زي آخر مرة. أنا سعود رشيد. سام الرحمن. نزلت على رشيد في ذمتي. راح بطاحوس. الله يستر بطاحوس. نعم وكلها كم يوم ويأتينا. ولكن كلمة ترى ما سجلناها قال يا رب توني استقوي برا ليش تكون مستقوين ده؟ يعني أنا بقى شف 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 شف. أخو حمد. إذا رد الشباب إن شاء الله. قاهر نيدا. اسمح حضور شيء يجي بعد. والله أنا إيش بيجي. أكيد بيجي. وش؟ لا والله مشغول عين بالناقة دراعها الدنيا. بس إنه يا ريت بروح بعينة نداوي بعينة. هذا عينة الحياة. الحياة. عينة الحياة. يوم لقى عود قال لا على كل كم 40-50 يجوني. أول شهر السياحة والشلة والدنيا. خيهم. نحرق عشان نطلع. شباب سعدك شباب اليد ويا بلقب تدري كم باقي؟ باقي الحين على البرنامج 15 يوم صح؟ 17 يوم 16 يوم 16 يوم باقي 21 يوم على الصياد حين هذا المظهر من نية حين قبرنا منا استنانا عمر نسوي صياد قبل صياد قسم بالله نحتفل فيهم اي واحد نروح في التور نلعب عنده قبل ينوي انه يشارك رجل انا متردد فايز والله العظيم شو اسمه؟ ويش؟ يا المظهر منا كلنا كنا بدنا المظهر كل واحد يبي يبي تمشيه تبي والله ما ابغي تمشيه والله ايش تبي؟ ابو سياحه انا اياها طيب يا غبي انت قلت تمشيه ترى تبي تمشيه انا سياحه سياحه فيها تمشيه ابو سعيد قد ايش السياحه؟ السنه دي السنه دي عود ها والله انتهت السنه دي ان شاء الله ان شاء ان شاء والله يا ابو سعيد ناوي؟ جدو بس بيروح خمس مشيات اسبوعين جدو انا حالف عليه ان نروح السياحه السنه دي لهم يعني وانت الله اعطاك 4 ايام ولا 5 ايام لا شوف روح جيب الاستانس سلم على شيء سلم على شيء بعد انا لا دخلت الجنوب ما بدي كلب على الشهر ليه؟ ليش تجي الجنوب يا جنوبي النثار همه على غيمه جنوبي يا اشغال يا قال لا احس اني لي قالت
فديتك يا عراض ربي ربي ترى قصبي جبال بها على الغيمة جنوبي على الريح الشمالية تذكرني فدايا وتمشي بي وتأسرح بي أقوم ألعب مع نغماتها خطوة عشية يقول الشباب شوف البيض كان نواف شراني حاضر كان حنار. حبيت غيري جعلك لا تموت والله ايه جعلك لا تموت حبيت غيري لما حبيت غيري جعلك لا تموت اصمغك بالصماخ خالد عبد الرحمن لا خالد عبد الرحمن مش مش شاعر ذاك شو راك اللي يقوله وادق بابك ليل الشتاء ليل الشتاء والشوارع والهدوء والطلاء هلا تشمت على الخاطر الحساس وتعيره ليل الشتاء ليل الشتاء والشوارع والهدوء والظلام وش تشمت على الخاطر الحساس تشمت على الخاطر الحساس وتعيره حبيبتي كيف بلقالي عيون تنام حبيبتي كيف بلقالي عيون تنام وعيونك تمر حلوة النوم الطيرة وعيونك تمر حلوة النوم وتطيرة يجمل ما يمكن اكسر لحن يجمل ما يمكن تشوفه تشوفه في الهوى والغرام ملامح ملامحك كل ما جيتني مسيرة جيتي ولكن ما شفتك على ما يرام ملامحك ايش صبر محبة لاقيك مكسورة ومتحيرة جيتي وما كنتي البارح على ما يرام ملامحك كيف 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 صوت طلع طق والله انه طلع سمعت انا هنا ملامحك من الحزن متغيرة تبسمي بسمتك حلوة وطريقها يلا كمل علي صدقي اصبر رجع بيكسر عيال عيال في ذمتي ذمة اليوم طح لي ايمن على ظهري يوم شيلة طاهر وتركي الضربة قوية في ظهري في ذمتي ما وجعني ظهري وجعني جاوية جنبي هنا يا ريدي طيب بعد طيحكو اي انا طيحني بعد كيف تدري كيف طاح طيح سحب داو سحب عزوز سحبك سحب الجماعة كله بوف بوف الى دحين توجعني اصرح يا اصرح يا نواف قد يحط الخبز طيب ماذا جمر الا تحت جمر هاتي قلب على جمر غضب علي عشان تشطر ثاني بس سمي بسمتك حلوة وطريقها محبة تبسمي بسمتك حلوة وطريق نار محبة لقيت مكسورة ومتحيرة لا عاد تبكين هذا الوجه يبكي حرام يجعلني مخلى من روحك النيرة ليل الشتاء استغفر الله وتوب إليه والهدوء محب لاقي ما في جمر خلى ليم الحساس ويت اجمل ما يمكن تشوف فهو مشروع راح يا ابو اخذ رفاقته طيب مشروع راح احدي الدنيا يا شباب مشروع راح مشروع راح سعود يا مشكاي وشت دابير لا تشتكي جور الزمان وصلفها أشهد الله بسعدك عبد الله أذن يا عبد الله الله لهين إيه جدو إيش تسوي يا الجمر هذا تحت ما تشوفه اليوم كان حبتين جمر اليوم 73 اليوم اليوم داخلين 74 يعني بندخل بكرة يوم 14 بعد بكرة بصير يوم 15 إيش يقمر نكتم لو يطفون لباس مجا كامل يسفر علينا القمر استعجل كان موجود
انك قمر طيب. الله يلاقيك. علي الحرام. يو استغفر الله شلة دي خل الأذان يخلص وشلها. استوي يدك أبو قال. ها؟ يا أيام ليه يطلع عليها أفكار أقدها في عشير. ولك أنا أفكر إليزابيت كيف ماتت. لا يطلع عليها. هي صدق ماتت؟ يطلع عليها أفكار إيش تسوي؟ حالي. يبلش شيء. اسمع. كان حزن. يطلع عليك قصيدة يطلع عليك ساعة يطلع عليك شيء يتباهى في البيت. ولا قمت راحت. إيه خلاص هذه حالتي. هذه حصلت لي بداية البرنامج. إذا قمت بتذكر الحاجة دي عشان أذكرها. تذكر عيونك تروح من ناحيه يعني. السوالف شلها من بالك السوالف شلها من بالك ما تجيك السالفه الا اذا اضطر طاري حتى لو ما جاها طاري تصير سامي لا اذا جاء لا طاري بس حتى السالفه حتى توائر موتر تجيك يا اخوي فلا استهبابي خلاص ليه لا تستهب يا ولد قول يا اهل الله صل على محمد هبلنا جمر بس قعدنا كذا بنصلي الضحى يا ولد هنا بنصلي الفجر بتعيد الجمر الفجر اسمه فجر الفجر تكفى يا جدو انت تسحب الجمر اللي تحت الحين سحبت الجمر اللي فوق كيف يشب العود اللي فوق هذا عود من طرف حزمه صلى على محمد الشيطان والله انت تضرب تم بس تكفى فين تبغى تبي يقول لك المحل ذاك ما يتحمل المحل ذاك ايش تنضربتك ذي قسم بالله انها بصل على كبدي يا كلب وميسم حار ميسم حار هتعال خلني اكلك وين في راسي لا سوي الجبر ارشد